مرحبا طلابي، اول شيء اعذروني اني طالعه برا، فلازم البس الكمامه. فهسه قلت خليني انزعها شويه حتى اقدر احكي وياكم. بالصدفه اجاني شعار على التليجرام من موقع وزاره التربيه، يقول بي اول قرار هو بشان الدراسه الابتدائيه، انه هم احتسبوا درجه نصف السنه كدرجه نهائيه، يعني اللي ناجح بنص السنه يصعد للمرحلة اللي بعدها. هذا بالنسبة للابتدائية. طبعا ما ذكروا السادس، يعني ما قالوا انه السادس يعني مشمول بهذا القرار، سادس ابتدائي او ما مشمول، يعني اللي ناجح بنص السنة مشمول او غير مشمول، ما ذكروا. هذا واحد. اثنين، الامتحان للصف الثالث متوسط راح يكون بخمس مواد. المواد هي كيمياء وفيزياء واحياء وانجليزي ورياضيات وعربي، يعني راح تمتحنون بس بخمس مواد. هذا بخصوص الثالث متوسط. اما بخصوص الخارجي، صف الثالث وصف السادس ما راح يمتحنون هسه، حسب قولهم ما راح يمتحنون. اني نزلت نص الكتاب بالمنتدى. المنتدى هو مكتوب عليه منتدى، او اذا انتم عندكم اليوتيوب بالانجليزي راح تلقون كوميونتي بنفس الصفحه مالتي. من تدخلون وتطلع لكم الفيديوهات وقوائم التشغيل، اكو خيار اسمه كوميونتي او المنتدى، انا نزلته لكم ونزلت الروابط اللي تابعه للتربيه، لانه اللي دا اشوفه اني انه هواي قرارات باليوم، فد 20 قرار 30 قرار انشروها مواقع التواصل الاجتماعي سواء يوتيوب او على انستغرام، وهي مو صحيحه، يعني اخبار مو صحيحه. اخذوا الاخبار الصحيحه من المنبع. اما التليجرام اوكي مال وزاره التربيه تابعوه، او تتابعون صفحتهم على اليوتيوب او الفيسبوك. مثل ما قلت لكم راح اتركها لكم حتى بصندوق الوصف، حتى تشوفون تتأكدون من كل الشيء اللي أنا أقوله. يلا حبايبي، باي باي.